أنا اسمي محمد زيكا. سبت أي شغلة وحتى مدرسة ما دخلتش مدرسة لأن أنا حابب الشغلة دي. كنت أخلي والدي يروح يوزع الريش وأنا أروح جاي من ورا منه كده أروح إيه وأقعد أشتغل فيها وكده. فهو كان بيقول لي لأ ده غالي يا ابني هيبوظ وبتاع، بقى تخليه يروح هنا ولا هنا أروح قاعد مصنع. فجي ربنا كرمني دخلت جمعية بسيطة كده تمام ب20 جنيه في الجمعة وقبضها 500 جنيه. رحت جبت الريش، جبت الريش وكده وبقت اصنع. الناس شافتني بقت انزل الايه بالنسبه بقى للشغل المحلات وكده. ومن هنا تعرف في مزارع في مصر اصلا كنا بنجيب الريش ده من المزارع تمام. فجت المزارع صفت بقينا نستورد الريش ده من بره، بيجي من جنوب افريقيا على السيل وبيجي يصنع في السيل على عصاية اسمها ريشة سيارة، وبيجي هنا احنا بناخده بنفك الريش دوت وبنبدأ نجمعه على حسب شكل الريشة بتاعتنا احنا، لان الشغل اليدوي عمره ما يجي زي شغل المكن. دي كده اول مرحلة اللي بالنسبة لهواية الفحم كده عشان يمسكوا منها ما يجي يهوه، ده كده اسمه جنب اليمين. تملي الحاجة اللي بتتعمل بالايد احسن من المكن، لو اتشدت من غير النار دي كده مش هتفرد ابدا. اصغر ريشه في النعامه بتتعمل على قلم الرصاص ده، واكبر ريشه بتتعمل على عصايه اللي هي المقشه دي. نبدا الاول بالريشه اللي هي الصغيره ريشه القلم. اول حاجه احنا عملناها القلم الاكبر حاجه احنا قلنا عليها، كله نفس الموضوع بس هو بيختلف في في المقاسات الريش. بنجيب ميه كده تمام، بنلبس جوانتي في ايدينا عشان الصبغه، نحطه في الشمس نص ساعة لو الشمس شديدة، وبعد كده نبدأ بقى ننفط فيه نخبط فيه كده عشان يرجع يفرد تاني، والشمس بترجعه لطبيعته زي دلوقتي ما هو ورا حضراتكم البخار اللي بيخلي الريشة دي تنفش تاني. على النار كده ربع ساعة عقبال ما الماية تغلي يبدأ بقى البخار يطلع، وبعد كده نبخر بيها الريش. هي دي بقى محطة البخار، هي آخر حاجة تمام. هتشوف الفرق ما بين الأول وما بين المرة دي.